سخيف للدرجة دي؟ يا بنت طول بعرض وشكله غبي وما بيتفهمش، ولسه يعني لو هفهمه ان حضرتك فاهم غلط كنت زماني في المستشفى، ما لحقتش افكر رحت جري على طول. ادم هو انت على طول كده بتجري وقت الجد؟ يا بقى عليك يا فرح، ما تنسي انسي. ماشي عموما خلينا متفقين ان انا اسرع منك في الجري، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، بس المره اللي فاتت دي كانت كنافه، انا كانت رجلي شاده والسمانه كانت بايظه. طب دلوقتي السمانه عامله ايه؟ لا كويس. طب حلو. حلو ايه؟ عصبني. وإلى فرح حست انها رجعت بنت في ثانوي، واللحظه نسيت فريد وشادي ومديد والمدرسه، ونسيت برضو انها بتجري بكعب 7 سم. الحمد لله هو جزع بسيط، هيحتاج رباط ضغط لمدة أسبوع أسبوعين يتفك عند النوم. هتستخدمي عكاز وتقللي التحميل على الرجل المصابة عشان الموضوع ما يزيدش، وهتحتاج تجيبوا المسكنات والأدوية دي. استأذنكم عشان عندي حالة مستعجلة، معلش. تفضل يا باشا. تفضل يا باشا. حبيبي الدكتور يا باشا. مين؟ انتي. انا قلت باشا؟ لسه قايل اتفضل يا باشا. انا بخرف من الادويه اللي ادوياني. بقول لك ايه؟ ارغي عشان عايز افضل مصحصحه كده لحد ما جوجو ده ليك. احكي لي اي حاجه. احكي لك اي حاجه. فاكره يا فرح اول مره شفتك فيها وسرحت في عينيكي، رد فعلك كان عامل ازاي؟ صح النوم يا أستاذة، كل ده نوم. صباح الخير يا جوجو. هو إيه ده؟ إحنا رحنا أصلاً لقيناكي رايحة في النوم، واللي اسمه آدم ده واقف يحرسك. في حد يا بنتي يعمل في نفسه العاملة السودة دي؟ هو أنت عيلة صغيرة؟ خليتي إيه الفريد؟ نهار أسود فريد؟ يا لهوي يا جوجو، الساعة 1 أنا فوت الانترفيو. يا رجلي. لا الو، مساء الخير. انا الحقيقه كان عندي انترفيو من ساعتين، بس انا حصل لي ظرف وانا اسفه جدا، هاجي حل. والله المكان اتاخد. طيب تمام، شكرا، مع السلامه. يا شماتة شادي فيك يا فرح.